عسلامة، مرحبا بكم الناس كل فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. الكاتيجوري هذه من المدة التالية قعدت نصور فيها برشا، وديما نجيب لكم اما صيني اما ماركة ما تحبوهاش، وديما تكونوا تقولوا لي ديما يزينا من الصيني، ورانا نحبوا نشوفوا موديلات اخرين، موديلات المانية، موديلات يابانية، كورية، حاجة هكاكا. واليوم خديت بخاطركم وجبت لكم النيسان كاشكاي جديدة. اما قاعدين نشوفوا في زوز نيسان، لا هدرجة وما حاطين زوز تيست درايف، لا هذه نيسان كاشكاي ليسانس كيف اللي عندنا في تونس، وهذه نيسان كاشكاي هبريد ريشارجابل. اما انا اليوم باش نصور لكم الا هذه كهو، وهذه باش نخليها ان شاء الله للحلقه القادمه اذا انت تعمل اشتراك في القناه. دونك اليوم معنا نيسان كاشكاي الهاي تكنا توتوبسيون اللي فيها كل شيء اللي عندنا في تونس نفسها بالضبط. نحكيوا على كل تفاصيل اللي فيها بان تعديو سوقها، ونحكيوا على كونفورتمون نتاعها في الكيس. في الحقيقه نيسان كاشكاي موديل مهم برشا. علاش؟ على خاطر خلينا نقولوا هو اللي بدا الطفره نتاع الكاتيجوري هذه نتاع الكروس اوفر اللي ولات من بعد اس يو في. علاش قلت لك كروس اوفر ولات اس يو في؟ على خاطر نيسان اول جينيراسيون ليها توقعت تشوفها في تصويره كانت كهرباء صغرونه، ومن بعد جينيراسيون الثانيه زادت كبرت شويه ولات فيها 7 بلايص، ومن بعد جات الجينيراسيون الثالثه اللي نجحت زادها بالكدا في تونس، هما كلهم نجحوا في تونس. جينيراسيون الثالثه وتوا جينيراسيون الرابعه والكهرباء عمال تكبر، ما خرجت من كاتيجوري اسمها كروس اوفر تو دخلت كاتيجوري اخرى واللي هي اسمها اس يو في. دونك هذا بالنسبه للكهرباء، نيسان باش تاخذوا فكره على تاريخها، والكهرباء ما شاء الله نجحت بالكدا زادها في تونس. من قدامنا هنا كما قاعدين تشوفوا نيسان قاعده تعمل في نفس التوجه اللي تعمل فيه من اول جينيراسيون لتوا. وشنو هو؟ تو كان تشوف تصويره تاع الجينيراسيون الاولى وتشوف الثانيه باش تلاحظ اللي كاينه عباره فيس ليفت هكاهو تحديث هكاهو، تو كان تشوف الثالثه تغيير جذري، تو كان تشوف الرابعه باش تحسها تشبه الثالثه. دونك هما باش قاعدين يعملوا زوز واحده بعد اللي بعدها كالتحديث، وبعد واحده اللي بعدها كالتحديث، اما رسميا راه هو جينيراسيون اخرى، معناتها على الورق جينيراسيون اخرى، اما كي تشوفها قدامك تحسها تحديث فيس ليفت اكاهو. باهي من قدام كما قاعدين نشوفوا حبوا يواكبوا شنو فما في السوق. جوست بين قوسين نقول لكم الكهرباء هذه اوروبيه اكثر من انها تكون يابانيه. ديجا قاعد نجرب لكم فيها هذه الفئه الاوروبيه، معناتها فعلا الاوروبيه 100%. باهي من قدام حبوا يواكبوا التكنولوجيا، شعملوا شافوا اللي فما برشا مصنعين قاعدين يقسموا في الفنار من قدام، هما عملوها الحقيقه بفخامه بالكدا. شو لهنا جاو قسموا من هنا عندنا ال اي دي، ومن هنا عندنا الكود نتاعها والفار. دونك من هنا جاو قسموه بطريقه ذكيه بالكدا. ومن هنا شي يعمل صوت الكاميون، ان شاء الله قاعد تسمعوا في صوتي. دونك من هنا شي يعمل يجي يتبع كروم ويتبع بيانو بلاك ويجي يدخل في الكالندر نتاعها. ولهنا قاعد نجرب لكم فيها باللوجو القديم، تو طلع اللوجو جديد ازين برشا الحقيقه. ولهنا اللوجو هذايا بتبيعته وراه انظمه تاع المساعده تاع الكهرباء. دونك علاش تراو فيه انتم كبير ديجا فيه الكابتورات تاع انظمه تاع المساعده، باش نحكي لكم عليها من بعد. شوفوا من هنا الكالندر محليه من هنا، عندنا يعني كروماج يتبع من هنا يطلع حتى يش الغادي بالرسم مزيانه بالكدا يغزر الضوء ويوصل حتى يش لهنا. وهنا عندنا يعني كلمه كاشكاي، وكاشكاي ومكتوبه داخل شويه كان مش ستيكر ولا حاجه، ما عاملينها معناتها باتقان. ومن هنا عندنا هو يدخل من هنا يخرج من غادي باش يحسن الايروديناميزم تاع الكهرباء. ومن هنا عندنا دور تاع الرادار هما قاعدين نشوفوا فيها من غادي. ومن هنا عندنا الكاميرا، نذكركم الفيرسيون اللي قاعد نجرب فيها توا هي الفل اللي فيها كل شيء اللي في تونس بحكايه 148 الف دينار في الوقت الحالي. دونك هذه بالنسبه للمقدم. خلينا نشوفوا الجنب نتاعها توا. على الجنب من اللي كان طولها في الجينيراسيون اللي قبلها 430 توا ولا 442، هاك علاش قلت لك الكهرباء كل جينيراسيون قاعده تزيد تكبر وعمال ما تزيد تكبر، رغم اللي عندهم راه كاتيجوري اخرى، عندهم الاكستريل، عندهم باترول وكل، اما هذه كيما قلت لك موجهه اكثر للسوق الاوروبي. دونك السوق الاوروبي ما يجيهوش الباترول ولا حاجه، دونك لازم كهرباء كل مره تواكب اكثر الاحتياجات والاستعمال نتاع الكونسوماتور. دونك كيما قلت لك طولها 442، لومباتمون والا الويل بيز نتاعها 2.66 متر. باش تفهموا الكبر نتاعها تنجموا تقارنوها في الاوروبي ولا في الالماني خلينا نقولوا مع سيات اتيكا وسكودا كاروك، وفي الصيني تنجموا تقارنوها مع الهافال جوليون، وفي الياباني واللي هي نشوف المنافس قوي لها واللي هي تويوتا كورولا كروس. الجنط بالنسبه للفيرسيون هذه يجينا 19 انش، اما في الفيرسيونات الكل فما 17 فما 18 فما 19 انش، الفيرسيون معنا الفل فيها 19 انش. الترويزور كما قاعدين نشوفوا فيها الكاميرا وفيها نظام النقطه العمياء وفيها كلينيوتون كيفاش هكايا، وبالبيانو بلاك عجبني على الاخر البيانو بلاك اللي يعملوا فيه. على جنب كما قاعدين تشوفوا فيها محلها فيها خطوط حاده، شفت من هنا خط حاد من هنا يوصل حتى الغادي ويهبط يعمل لك التقويسه من غادي، وبعد خط يهبط يطلع من هنا ويهبط هكا مزيان على الاخر دخول بالبصمه بالطبع وكل. وهذا هو بالنسبه للجنب نتاعها. خلينا نشوفوا توا التلاني نتاعها. شفت قبيله كي قلت لك في التقديم راهو كي عملوا الموديل تحسوا تحديث، من هنا تحسها جينيراسيون اللي قبلها بالضبط، معناتها ما تحس حتى تغيير، جوست من هنا فما تغيير في الاضواء باش يولي فول ال اي دي والفازات هذوكم، اما باقيها تحسها برسم جينيراسيون اللي قبلها. شوفوا الضوء كيفاش يتجبد حتى الغادي، عملوا نفس الفازه اللي من قدام الضوء يتجبد الجنب، ومن هنا الضوء يتجبد الجنب، عاودوها بالضبط نفسها، هنا بالبيانو بلاك فول ال اي دي، الدور تاع الرادار هذايا بلاستيك
يقول لك نجم يمشي بها شوي اوف رود على خاطر فيها فيرسيون 4x4 دونك هذه بلاستيك يساعد بالكدا بالكدا وحتى كان يضرب ارخص. ومن هنا عندنا اللوجو كيما قلت لك القديم هذايا ممكن كان لقيت جديد نحط لكم اون باراليل وهذه كلمه كاشكاي من هنا وعندنا بتبيع فيها الكاميرا من هنا. هذا بالنسبه للتلاني نتاعها وشوفوا البيكي نتاعها محليه وتحسوا اصلا هو سبولي معناتها تحسوا اوكي جاي داخل في الكبر نتاع الكهرباء بالرسمي كهرباء مزيانه على الاخر تصميم محافظ ومحليه على الاخر بالرسمي. وهذا هو بالنسبه للكهرباء نتاعنا من برا خلينا نشوفوها توا من داخل قبل ما نتعداو للمال نتاعها خلينا نوريك المفتاح نتاعها. انا اول مره نجرب كهرباء نيسان ومتحمس برشا الحقيقه كان طولت الفيديو اعذروني باهي لهنا المفتاح نتاعها الحقيقه خفيف بلاستيك ما حبوش يعملوا فخامه كبيره كوير وواحد كيما يعمل الصيني والكوري لا 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 سامبل نيسان ديجا مستانسه بالسامبل من قبل حتى الروب قلت لهم اعذروني راني انا باش نعمل نفس الموديل. دونك لهنا عندنا نتاع الحلين عندنا نتاع التسكير وعندنا نتاع المال وعندنا اللوجو نيسان من هنا. المال باش نحلوه نجم نحلوه من داخل بالبوطون والا نجموا نقعدوا ننزلوا على هذه سمعتك تتتت هو يحط يطلع اوتوماتيك باهي نجيو المال توا. بالنسبه للمال نتاعها الحمد لله شويه ظل ساعه خذ اليوم ما شاء الله الطقس سخون قبيله نجرب في كهرباء صباح حلو الكليماتيزور تخيل انت معناتها في افريل والكليماتيزور محلو باهي لهنا كل شيء بقلب لهنا معناتها نيسان معناتها مانيش كهرباء صينيه ولا كوريه مع احترامي للصينيين اما معناتها نيسان بتاريخها معروفه ديجا انت تعرف. دونك لهنا كل شيء مغلف بلاستيك من هنا عندك كروشيه عندك 12 فولت من هنا عندك كروشيه من هنا عندك تحط بيدون من هنا عندك تحط بيدون اخر من هنا وزيد تحط حاجه اخرى من هنا عندك هذه بلانشيه مقسومه. دونك هي كي تبدا هكا بلا تعطيك 400 ايتر وكي تهبطها دونك انت تنجم تهبطها هاي من هنا تهبطها توريكم باراليل كي تهبطها هاي تنجم حتى تنحيها راهو كي تهبطها تولي تعطيك قرابه 500 ايتر زيدك بالكدا بالكدا دونك والبونكيت نتاعها زيدت واحد على ثلاثه اثنين على ثلاثه تعطيك بلانشي بلا معناتها 180 درجه الزاويه نتاعها وهذا كل شيء من هنا مغلف. باش تسكر المال تجيب البوطون من هنا نفرض انت يا سيدي عندك في دارك عندك الكراج نتاعك ما يوصلش لهنا معناتها الكهرباء تمسلك لا قدر الله دونك اش تعمل انت كي تجي تسكرها من هنا هكا تنزل على اللوك هذيك هو سيئة سجلها غادي فهمت. هذا هو بالنسبة للمال نتاعها يلا نطلعوا لداخل ونشوفوا الفخامة نتاعها. باهي نجيو توا للداخلين نتاعها. أول حاجة لاحظتها أنه حاجتين عجبوني الباب نتاعها يتحل بالسيف دونك يتحلوا بالسيف يوريك مدى المتانة والقوة والكاليتي نتاع الباب. ثاني حاجة أخطر الباب اللي يتحل ما عرفتش كان قاعدين تشوفوا فيه بالرسمي يتحل بالكدا 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 معناتها أنت هما ديجا they expect انه فما شكون سميني نجم يطلع معناتها بصحته معناتها نجم يطلع في الكهرباء ولا واحد مثلا اونديكابي معناتها معاق ولا حاجه دونك نجم يطلع. دونك بالرسمي هذه حاجه عجبتني برشا ما راهاش في الكهرباء الكل ترى. باهي شعملت تو انا بالنسبه للكرسي هذا عملت وخرته للاخر قلت خلينا نوخره للاخر نشوف لاقصى حد وين تنجم توصل الكهرباء. باهي بالنسبه لتوخير الاخر ركيبي بالضبط انا 176 ركيبي جايين معاها بالضبط الفوق ما شاء الله حادث ولا حرج رغم اللي عندنا السان روف. باهي هذا بالنسبه للبلاصه هذه. بالنسبه لهنا عندي زود حاملات اكواب وما يتسكروش ما عنديش منفذ للمال التيلاني كيما كي بالنسبه نيسان ديما تعمل. باهي لهنا عندي الكوسه الكسوه نتاعها الكوسه الكسوه نتاعها كوير وبالسيركي كوير بالابيض مزيانه برشا الحق ومكبوسه مكبوسه بالكدا بالكدا بالرسمي انا كي نجرب الحقيقه كهرباء كوريه ولا صينيه ديما يجي تدخل هذيا بالرسمي كاسحه كيما الباب كاسحه. لهنا عندنا تونيل دونك لهنا باش يكون الباساج صعيب شويه ولهنا ماني قلت لك التوجه نتاعهم اوريدي عائلي دونك لهنا عندي زوج فتحات تهوئه لا باس فيهم وعندي واحده تشحن واحده تيب ا وواحده تيب سي. كان عندك تيب ا اقعد من تالي عندك تيب سي اقعد من تالي جاوك به. نجيو تو البلاصه هذيا البلاصه هذيا اش عملت؟ مشيت حطيت الكرسي على حسب بوزيسيون تاعي انا ماني قلت لك طولي 176 قلت انا مثلا تو انا عباره باش نسوق تو انا خلينا نشوف وين توصل شوف ما شاء الله بالكدا بالكدا معناتها انت تحسب حتى طولك تعرف الحكايه بالضبط. دونك لهنا بالنسبه للكرسي هاي البرشه الحقيقه الكرسي معناتها البونكيت هاي على الاخر بالرسمي اصلا نغزر من هنا من هنا بالرسمي راه فما فخامه انا نيسان قبل ما نجاها توا قعدت نعمل في برشا بحث بالرسمي الكهرباء معناتها ما لقيتلهاش برشا عيوب ولا ما لقيتلهاش عيوب تقريبا. دونك لهنا حتى من الكرسي حاميك من هنا شوف حتى متيلاني مخممين فيه ونزيدك على هذا منزيدك من الشعر بيت لهنا حتى من الكونتروبورت لهي بيه بالكدا لو انت مش قاعد ترافيت نوريه لكم باراليل الكونتروبورت مغلفينه من الفوق عندك بالكوير على جنب زاده بالكوير من اللوط عندك البلاستيك هذاك امر عادي عندك بوق وعندك قجار تنجم تحط فيه حتى دبوزه كبيره وعندك حتى الالمنيوم بروسي وعندك حتى البيانو بلاك معناتها فخامه معناتها ما عندك ما بتزيد تسال ولا تناقش على الفخامه نتاع الكهرباء هكا تيلاني مالك كيفاش القدامي القدامي افخم بالرسمي راه بالرسمي انا فخامه اللي رافعه في الكهرباء هذه معناتها يو دونت اكسبكت فخامه كيف هكا من كاشكاي تقول اكستريل تقول باترول اما كاشكاي تطورت بالكدا بالكدا معناتها شوفوا فيها نشكر في الكهرباء برشا رغم اني مش صور فيها في تونس راه ما عنديش مصلحه معناتها وانا في بلاستيك ولا حاجه فهمت. دونك الكرسي
سبور على الاخر هكا من هنا هكا جابتني هكا من هنا برسمه تحس روحها كرسي تاع المساج عندك من هنا كرسي الكتريك اخضر حتى بهذه تلهوا بها عملوا فيها كزينه هكا نتاع الالكتريك عندك هذه من هنا نتاع اللامبير نتاعها هذا الدوسيه من هنا وعندك هذه زاده من هنا نتاع الريغلاج نتاعها من هنا زاده هاي على الاخر الكونتروبورت كيما من تيري جوست لهنا زايد كعبات ضربتها كي شويه زينه والكرسي نتاعها فيه تنجم تعمل دو بيرسوناليزاسيون نجم زوز ناس يعملوا الريغلاج نتاعهم وانت كي تخرج من الكهرباء كي تطلع من الكهرباء باش تروح الكرسي يرجع للبوزيسيون الاصليه نتاعو لهنا عندي فلس عندي هديه نتاع الفولون هذه متاع المحافظة على خط المسار وهذه متاع النظام متاع أنها تسقط وحدها في وسط أمبوتياج هذه متاع الميزوزيتي متاع الانسترومنتاسيون من هنا وهذه كما قلت لك قبيلة راه المال تحلو من داخل هذه تحلو من داخل من هنا ومن هنا بالطبع هذيك متاع الدياجنوستيك ديتاي صغير ما يسالش لازم تعرفوا الفولون كله بالكوير لا سيمي الكوير لا حتى شيء بالكوير حاجة روعة عندي عجنب على اليسار تزيد وتنقص الفوليوم وتاع الانسترومنتاسيون ما غادي وعندي عجنب على اليمين عندي نتاع انظمه المساعده تاع الكهرباء ومتاع البلوتوث ومتاع الكروز كنترول تاع الكهرباء اللي هو زاد ادابتاتيف كروز كنترول باهي ورا لي فولون عندي باليت تاعها عندي فيها باليت بلاس وماينز وعندي من هنا اكيد يطلع يهبط يقدم مؤخر هذه حاجه معناتها جست حبيت نوريكم كيف هي وكا هاو اما هذه حاجه كل واحد متوقعها في موديل كيف من هكا باهي هذا هكا خلينا نشوفوا تو من هنا باهي نجيو تو للداخلاني نتاعها اول حاجه هذه مانيش مستنسر فيها برشا كراب ستار ستوب تبدا لهنا وعندك 12 فولت لهنا علاش بديت من هنا خاطر هذه مانيش مستنسر راه مستنسين ديما هكا الراو لهنا ستار ستوب ولا حاجه به علاش هنا على خاطر الكهرباء تنجم تمشي للسوق البريطاني كي تمشي للسوق البريطاني تولي هذه ستار ستوب وهذه 12 فولت شفتوا ديجا هاي نفس الكبر هذا ها هكا دونك هذه حاجه بدينا بها وتوا نجيو لهنا الفولون كيما وريته لكم قبيله هاو بيانو بلاك كوير قاعدين نوعوا بالقدام من هنا به نجيو نحطوا كونتاكت هتبيع المفتاح اللي يكون عندك تو شو تحطيت كونتاكت الكهرباء مشات للكرسي البوزيسيون اللي انا كنت حاتها دونك شوفوا لهنا ما شاء الله الاضاءه رغم اللي راه الشمس ضربه فيه الكرون شوف تو هذا الشمس ضربه فيه شوفوا كيفاه باش نبداو من هنا باهي من هنا اش عندنا من هنا عندنا نجيو هكا السيتينغز باهي السيتينغ ندخلوا السيتينغ عندنا الاي اس بي سيتينغز التراكشن كنترول درايفر اسيستنس ندخلوا هكا ستيرنج اسيست نتاع الديريكسيون نتاع اللين نتاع اللاين نتاع الخط بلايند سبوت نتاع النقطه العمياء امرجنسي بريك نتاع منع التصادم نتاع الفرامل نتاع الامرجنسي اللي مستعجله يعني الترافيك ساين اللي يقرا البلايك هكا تعمل اون اوف كل شيء تعمل اون اوف باركينج ايد تعاونك في الواحد في الباركينج ري كروس ترافيك اليرت تعمل لك شو اسمه هذاك تاع الامبوتياج التايم اليرت كل شيء دونك جي نرجع انا هكا اخذ انت قاعد نعمل هنا راهو باهي درايف ما تنسى بيرسونال ديسبلاي هذيك انت باش تعمل ديسبلاي معناتها بيرسونال بيك انت شنو تحب اللي يجيك بالضبط هكا مثلا هكا نافيغاسيون شنو تحبها يجيك غادي معناتها تحبها نافيغاسيون غادي ولا تحبها تايم تو ديستنيشن تحبها فيو ايكونومي هكا شفتها تحب بلانك تحب يعطيك التريب انت قداش مشيت اخر مره جير بوزيشن معناتها انت تختار مثلا انا توش نختار الجير بوزيشن نرجعوا هكا برسمي راهو فيسا ما يجاوب ايكو سيتينغز لهنا ايكو درايف مود تحب تحط مود ايكو فيو هيستوري كذا فيو هيستوري دونك لهنا التاير بريشر كنترول بريسيون دي بنو كلوك برسمي برشا حاجات دونك باش نقدر نحكي شي طول برشا الفيديو نعملو هكا يجي لهنا عندك هوم لهنا عندك هاي الافرج كونسوماسيون الاخرانية 12.8 بتبيع كهرباء تاع تست درايف قاعدين يجريو بها دونك ما تاخذش عليها الكونسوماسيون هذه عندك كهرباء ماشية اخر مرة شو اسمها التريب تاعها 554 كيلومتر واخر مرة 22 كيلومتر في الساعة الافرج التاير بريشر ابير وايل درايفنج قال لي هذاك كي تسوق يظهر لك عندي مثلا لهنا البوصلة نتاعها عندي الراديو عندي الكهرباء تاع النظام محافظه على المسار هاي عندي كهرباء غادي بعد كي هاي شفتها غادي بلايند سبوت قال لي على اليسار واللين اوف على اليمين يشوف لي في النظام النقطه العاميه ونظام محافظه على المسار وهاي الترافيك ساين قال لي اخر هي اخر واحده خذها 50 دونك خليها 50 هاو فهمت باهي نجيو لهنا اش عندي لهنا قلنا هكا قلنا بارامتر هكا هذا بالنسبه لهنا على اليمين عندك الكونتور على اليسار عندك الكونتور وشوفوا كيفاش ما غادي الالوان محلاها واحد سبور وفازات وكل تو نتعداو الكرون هذا انا راه بديت لكم اللغه الانجليزيه ومع الاسف ما فيهوش اللغه العربيه باهي نجيو لهنا تو 12 انش الكرون عندنا من هنا بوتون كبير بالكدا بوتون كبير بالكدا واحد تاع تنقص وتزيد في الصوت وواحد نتاع تبدل من الكرون من هنا باهي كي خليو دير كرسي ما خليهوش كل تكتيل عجبتني الفاز ومن هنا عندنا فلس باهي بالنسبه للفلس هذه تاع المود جورنوي هذه نتاع تبدل راديو شو اسمه ولا الاغنية تحط الاغنية اللي من بعدها راديو اللي من بعده اوديو تحط اوكس ولا بلوتوث منيو زي شنو تدخل تبع نحكيو عليه الماب هذه الخريطه طول هاي شوف كيفاش ما شاء الله الكاليتي شوف عندي جوست عيب صغير انه يجاوب مخر شويه بالكل يجاوب شوفوا مثلا لهنا شوفوا مثال هاي تونس دونك هذيك الجيريا وهاي هذه تونس هاي تونس وبرسمي الالوان محلاهم بالكدا هاي دونك لهنا نعاود نرجع الماب انا نحب نرجع كباك
باك باك يا حبيبي. دونك لهنا نجي لهنا كاميرا هاي. دونك بالمناسبه نوريكم كاميرا بتاعها 360 درجه كما قلت لك. دونك لهنا عندي المود هذا هكا. دونك لهنا هذه تاع نظام مساعد على الباركينج. هي باش هي شفت لهنا قال لي ستوب next to empty parking space. قال لي معناتها برا اوقف في واحده مكان فرغ وهي تعمل كل شيء وحدها. اوكي هذه بالرسمي هايله على الاخر. دونك لهنا قال لك فينيش بارك اسيست كانسل. خاطر انا ديجا تو مانيش نعملو باك هكا. نجيو لهنا ننزلوا منيو باهي. لهنا بالنسبه للكرون تاعها لهنا نسيت ما قلتلكمش اللي فيها المساج. اي تعمل لك كرسي مساج هاو اليمين واليسار وكيفاش تحب الانتنسيتي نتاعو والفازات نتاعو. دونك كاستمايز المنيو نتاعك. باهي عندك اي ام اف فيها دي ا بي واللي حاجه باهي. فيها يو اس بي 1 عندك يو اس بي 2 عندك بلوتوث عندك كويك دايل عندك الفون بوك تاعك فوليوم كول هيستوري شكون كلمت شكون ما كلمتش. يعني انت كيفاش تحب المنيو نتاعك تختاره. شفت كل شيء تنجم تعمله. نو قال لي تعمل ريسيت قلت له نو كهرباء ماشي نتاعي ما عندي حاجه نعمل ريسيت. دونك لهنا عندك بريفيوس ديستنيشن بوينت اوف انترست انت تقيدهم هذوما. نجم انت عندك برشا ادريسات تمشيهم ما تحبش كل مره تقعد تقيد في جوجل مابس تقيد لهنا مره واحده وبعد تنزل. لهنا يعطيك شكون كلمت شكون ما كلمتش الواي فاي فيها الواي فاي واليو اس بي اذا تكونكت يو اس بي هو باش يشوفوا على الاكران. باهي هذا بالنسبه للاكران تاعها. نهبط اللوطه. بالنسبه للكلماتيزور تاعها اوتوماتيك. باهي الكلماتيزور تاعها اوتوماتيك. عندنا فيه التير شوفون دونك فيه تسخين الكراسي وفيه نتاع تسخين المقود تسخين الفولان وفيه هذه نتاع الذبابه تاع البلار القدامي. كما تقدر تاعها اوتوماتيك دوبل زون بي زون معناتها خاطر كهرباء كبيره دوكا ميم زاده كل معناتها الباساجي والكوندكتور يختاروا التمبيراتور اللي يحبوا عليها. نعم طولوني عندنا هذه نتاع الباركينج طول اللي حكيت لك عليها قبيله هذيك هايك طول شفت انا تو نزلت هو اعطاني طول من هنا نرجع هكا ننزل فينش انا باش نعمل كذا 12 فولت وعندي من هنا هذيا. نجي لهنا عندي هذه الفران دو باركينغ الكترونيك اوتو هولد وهذه الكهرباء ما توخرش في السعده. لوفي تاع الفيتيس تاعها شوفوا مزيان بالرسمي مزيان على الاخر. عندك من هنا هكا باش تنزل هكا ان بي هكا عندك اير وعندك الاس هذيك المود سبور وعندك من هنا لي مود دو كوندويت. عندك خاطر هذه اللي معنا اليوم 4 فكات رباعيه الدفع. دونك انا لهنا هاي مود سبور حطيت ايكو اوتو سنو ثلج اوف رود واللي هي نتاع الطرقات الكيس تاعهم مش باهي. دونك هاي انا مثلا هاكا هاي انا باش نخليها تو في المود سبور. باهي نجيو لهنا عندي زوج حاملات اكواب ولهنا لاكودوار ما يقدمش واخر وانما يطلع من هنا فيه واحده تيب سي وواحده تيب ا تشارجي وهذاك هو موش غرق برشا وكله بالطبيعة مغلف بالكوير. نجيو لهنا تو هاك بالضوء ونجيو لهنا زادا بالضوء باكيد بالضوء. لهنا عندنا البلافونية نتاعها ال اي دي بالطبع ولهنا عندنا السان روف نتاعها. السان روف ما يتحلش فهمت. السان روف ما يتحلش الا الستارة كهو. هاي الستارة والستارة لازم تقعد نازل عليها. هاي لازم تقعد نازل عليها ماهيش امبيلسيون. هاي تو باش نسكروها احنا تو هايك لوجو نيسان من غادي باش نسكروها تو. وعندنا المرايه نتاعها جور نوي تبدل وحدها تتفاعل وحدها. وهذه ما قلتلكمش عليها هذه نتاع الفار نتاعها يتفاعل وحده معناتها انت كي تحط فار حتى كان كهرباء بشجرك من قدام الكهرباء تعرف وحدها من غير ما انت تعمل حتى شيء من هنا يتم التفعيل نتاعها. وزادة عندنا من هنا نشوفوا فينيسون كيفاش كلها الومنيوم بروسي من هنا مغلف بالكوير بالسيربي كوير ومن هنا بلاستيك. لا من هنا زاد مغلف بلاستيك موسي من هنا مغلف بالكوير. وحتى الكرسي هذا راهو الكتريك حتى من الكرسي هذا زاد الكتريك زاد. وشوفوا كيفاش فينيسون نتاع الكرسي ومن هنا زاد مغلفه وعندك تسكير حلين الباب فيتر الكتريك وعندك زاد حتى الكرسي اللي بحديه شوفوا معناتها فخامه بالرسمي راهو. حتى الكرسي اللي بحديه تعمل بيرسوناليزاسيون كل واحد يحط الريكلاج اللي يحب عليه بالرسمي فخامه. ولا بواق نتاعها من نوع بوز واللي هي صعيب برشا تلقاها في الكاتيجوري هذيا. هاكا نكونوا كملنا بالنسبه للدخلين نتاعها. خلينا نشوفوا توا كومبورتمون نتاعها في الكياس وموتورها ايش يعطي. توا نجيو للتست درايف نتاع الكهرباء نتاعنا بالنسبه لليوم. باهي بالنسبه توا للموتور نتاعها شوفوا كيفاش كهرباء تحصر فيها ما غادي. بالنسبة توا للموتور نتاعها فما فرق صغير على الاخر بينتها هي واللي تجينا لتونس. هذه فيها نظام المايلد هايبرد. نظام المايلد هايبرد هذايا جوست يزيدها بطارية 12 فولت هكا هاو جوست باش تزيد لنا 8 احصنة و20 نيوتن متر في القوة نتاعها. إذا اش عندنا توا؟ عندنا تاع تونس تجينا 150 حصان و250 نيوتن متر
وهذه الليبريد مايل، هذه المايلد هايبريد تولي 158 حصان و 270 نيوتن متر. هذاك هو الفرق اللي موجود في الحكايه كلها. دونك باهي باش تقول لي علاش موجوده هذه؟ موجود على خاطر كما قلت لك في قبيله في التقديم، اللي الكهرباء هذه موجهه اساسا للسوق الاوروبي. كي هي موجهه اساسا للسوق الاوروبي لازم تكون ليميسيون تاع السي او 2 نتاعها اقل، ولازم تكون كونسوماسيون نتاعها اقل باش توافق مع القوانين نتاع توافق مع القوانين نتاع السوق الاوروبي. دونك لهنا انا مثال تو باش نحط فيها مثلا تو الموديكو. انا في الموديكو تو كهرباء برسمة تمشي بشويه بشويه، كي تحب تنزل تنزل معاك، اما عرفتك اللي باش تحس لي فما بويسونس نقصت. مثلا تو احنا تو جينا في الناس تاعها قوي ما شاء الله، برسمي قوي بالكدا. انا دي تو مره ثانيه سوق قبيله سوقتها وصلت 150 فصيل، ممكن ما غادي تنعاودوا جربوها مره اخرى. دونك فيها مثال هذاك النظام تاع الكهرباء تسقط وحدها في الامبوتياج. قال لي هنا هاك ستوب ستارت اوف، من هنا عندي الليفيه نتاعها. هنا باش تعدي الفيتيس نتاعك هنا لازمك تنزل على الفلسه اللي من هنا وتعدي. عندك الار والان والدي، وعندك المود سبور فيها مود سبور تنجم تعديه طول من هنا، وعندك من هنا زاد دي مود دو كونتويت. بالنسبه لمود دو كونتويت عندي الاوتو، اوتو اللي هي كهرباء تعمل كاستمايزيشن على حسب المزاج نتاعها. عندي ال ذكرني بالنظام النقطه العاميه، قال لي فما كهرباء جاتك على جنب اوكي. عندي الاوف رود خاطر الكهرباء نتاعنا رباعيه الدفع، وعندي سنو، وعندي المود سبور. المود سبور تولي تنزل بالكدا. شوف ما شاء الله وصلت 100 ديجا بالرسمي الكهرباء ما شاء الله عليها، تخرج بالكدا بالكدا بالرسمي، معناتها الكهرباء فيها روح، فيها روح الكهرباء، وحتى ما تقطعوش تستنى برشا القوه باش تجيك، معناتها البويسونس تاعها باش تجي. الاكسيليراتور دوما تنزل تجاوب ما شاء الله، دوما تنزل. والعزل نتاعها باهي برشا مش خايف. دونك بالنسبه للسيكوريتي فيها نظام محافظه المسار، نظام مانع الاصطدام، فيها نظام النقطه العمياء، فيها نظام تعمل باركينج وحدها، فيها 6 ايرباجات. معناتها بالنسبه للسيكوريتي ما عندك ما تناقش فيها، معناتها فيها كل شيء. هذيك هو الفرق الوحيد بينتها هي نتاع تونس، الباقي كل كيف كيف. حتى الاوبسيون اللي جربت لكم اليوم كيف كيف. كان عندهم نزلوا عليها شوفوا. تو انا قاعد ندور في منعرج هكا. مكبوسه حتى في المنعرج بالكدا بالكدا، بس عملت شويه اوفر ستير وهذه حاجه عاديه، عملت لي شويه اوفر ستير هذه حاجه عاديه بالكل. نجيو مثلا لهنا هكا نبدلوا. المود اوتو، نحطوا المود اوتو، ولهنا نجمو نستعملوا لي باليت نتاعها. الباليت فيها بلاس وماين، زيد في الرابورات فهمتني، اللي هما رابورات افتراضيه خاطر الرابورات نتاعها سي في تي كيف ما تعرفوا. دونك لهنا انا رابورات، انا قال لي انا تو راني في السادس مثال، لهنا انا قال لي تو راني في الخامس، هذه في الرابع هكا. اوكي قال لي زيد، قال لي عدي اللي من بعده خاطر الكهرباء قاعد نمشي بالكدا انا، وعندي نظام اللي يقرا البلايك سيت ما قلت لكمش عليه. تو انا قاعد يقول لي 80 السرعه. دونك لهنا هكا هاي قاعد يقول لي 80 تو السرعه من غادي، وانا قاعد نمشي تو 71. انا تو كي نفوتها اوكي قال لي زيد في الرابور اللي من بعده، زدت الرابور اللي من بعده تو اوكي. ونظام تاع تقرا البلايك اوكي، قال لي على النقطه العاميه شفتها قاعده تعمل لي حمراء من غادي. هاي فما كهرباء جايه خاطر من هنا، انا لازم نمشي على اليمين فما كهرباء جايه. دونك تو انا نخرج على اليمين في المود 2 تو كي جيت خارج بها في المود 2 ما طوعتنيش طول. مود سبورت ولي خير برشا، او متبيع في المود سبورت كونسوماسيون تاعها باش تزيد. دونك هذا هو تقريبا بالنسبه للكهرباء. نصور حكيت لكم على كل شيء يخص الكهرباء هذيا. دونك اذا عندك اي سؤال خليه لي في التعليقات، وان شاء الله مره اخرى نجربوا الهبريد والشارجاب، خاطر الهبريد والشارجاب راهي حديث اخر، هذيك ضربه واحده خاطر مش هبريد اللي حكيت لكم عليه توا، هبريد واحد اخر هذيا حاجه اخرى. وكان عندك اي سؤال خليه لي في التعليقات، وما تنساش تعمل ابوني للشان يوتيوب، وتابعنا على الباج فيسبوك وعلى الانستغرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.